يا الله ابلع ولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان. رجعنا لكم يوم ردة فعل مباشرة. ديربي الغضب يا اخوان، اقوى ديربي بالعالم يا معلم. برشلونة واسبانيول بالدوري الاسباني، مباراة راح تكون يعني نكون او لا نكون نحن يا اخوان اسبانيول. اسبانيول انت يا زلمة، انت مدريد امبارح انت برشمت يا زلمة امبارح، ولا اسمع صوت. معلش معلش نعوضها نعوضها ان شاء الله. اليوم يا اخوان الفوز لا غنى عنه لخطف المركز الثالث من ريال بيتيس، لانه يا اخوان قربنا يعني ها 6 نقاط في حال فزنا بالمباراه الاجيه، 6 نقاط عن المركز الثاني و10 نقاط عن المركز الاول يا اخوان. يعني تصور انت بعد كميه التعثرات والتخبطات والاصابات اللي ضربت الفريق 10 نقاط عن المتصدر. يعني تشافي قام بعمل رائع منذ استلام تولي 10 نقاط وعمل رائع دخيله الله يا زلمه. منذ قدوم تشافي يا اخوان الفريق يعني تحسن من كل النواحي بدنيا وفنيا وتكتيكيا. حبايب القلب لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس مش يرزقكم كل جديد، وانتظرونا بردات فعل خرافية بمنتصف الأسبوع على دوري أبطال أوروبا. أداما يلا يا أداما يا كبير، أداما يا كبير يا كبير، رد بالك مني. إيه حلو حلو صف. عرف إيه بدري يا ويلي يا كبير يا كبير، أبلع ولا اسمع صوت ولا عدنا يا أوغاد عدنا عدنا ولا عدنا، صرنا نضرب اول دقائق يا اخوان مو ننضرب. ابلع ولا اسمع صوت من العملاق الكتالوني فورا يا زلمه دخيل الله يا زلمه، فورا تبلع وقول. وين الدفاع يا زلمه؟ اول دقيقه يا اخوان انتم شفتم ادامة تراوري شو قام يعمل بجهه هذيك يا اخوان، ما يندك هذا مصارع يا معلم مش لاعبها. تفرج تفرج يا اخوان شو عمل بيهم من غاد، ملكي متسلل ما في شيء. وين بدري من ورا بدري طلع من ورا وين ما في شيء. فيران توريس ايه مسلل يا عيني على بيتي وين حطها؟ استحدثت قلبه معلمه يا كبير معلمه. ابلع ولا اسمع صوت ولا اسمع صوت ابلع. المركز الثالث لينا وما حد قدينا وقاتمون يا مدريد. وشوف الثنائي الصغير شوف يقول سلم علي يا اخوان، سنحكم وسط اوروبا باذن الله في القادم ان شاء الله يا اخوان. هاي المباراه ما يكون بيها اصابات، مو ناقصنا اصابات لانه عندنا مواجهه بمنتصف الاسبوع الخميس مع نابولي في نابولي بايطاليا. بلش بلش ضغط اسبانيول. اسمع اسمع مثلا هيك وهذول خشنين، يعني دائما ديربي ما يكون خشن ونطلع باصابات، ان شاء الله ما يكون باصابات. اسمع والله شكلك حتى بلع. نحن نبلع مو عيب، خليهم يلعبون هجوم. يلا يا كبير مكشوط حلو اروح هذا شوط حلو بعيد اقسم بالله حرام. وكان مي شوطة يا زلمة، هاي مي شوطة دخيل الله، هاي مي شوطة هاي شاطة باليسار صفا وشاطة ما لها حرام. انقلع يا زلمة انقلع زين، ما طلعت برا بالعارضة يا زلمة اجل ايه بالعارضة امان. اوه ابلع يا لوبيز ابلع لا اخي العب دخيله اول صفرة عطي اصفر ما يعطي اصفر العب خلاص مو ضروري اصفر. وسك دخيله الله يا زلمه لا تلعب يا زلمه تعطيهم جول يعني لا يا زلمه العب باص ادامه هاي لف لا هاي وين يا ادامه. سلامات سلام مات على اسبانيول. يا معلش حلو حلو ادام حلو ادام تراوري الذيب ما بيه شي والله. ايه وش بيك متسلل ليش هذا يلعب بالدفاع هذا يا زلمه اللاعب دخيل الله الله يبين هاي يبين. شلون صارت يا الفرصه انا ما عرفت شلون صارت. ايه اول طلع فوق وركب فوق يا زلمه دخيله الله. ايه فاول يا زلمه صار 100 مره يضرب هذا دخيله الله الطيس صفرا. ايه يعني كنت هو فاولات لهم ما اعطاك ومزعوج يا زلمه لا مزعوج يقول ضربته. ايه ضرب رفع النوب رفع النوب وين رونالد اروخو وجيرارد فكرت تقول وين رونالدو.
وينه رونالدو أروخو وجيرارد بيكي يا إخوان؟ فالراس ما يرحموش، شغلتهم فاضية. أكثر فريق سجل جوال من العرضيات ها برشلونة العام هذا، قلب قلوب دفاع بتاعه هذا وين كبير فاضي فاضي، والهايبين طلعتم علي اثنيناتكم يا الله. طلعت مين؟ قلت لك فاضي شغل. بك يلا يا كبير. بيدو 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 بك وين بإيده يا زلمة؟ ما شفت أنا بإيده. بيدو يا متسلل بس أعتقد إنه بيدو أجد لأنه من استلمها رفعوا لعيبة بشغل. هل بيدري إيه زلمة فاول حط فاول دخيلة الله فاول ضربه ما بيدري. إيه إيه حرام أحلي برد القلب هاي مو فاول زين إيه زين طلعت الصفرة زين ما ضربوا بيد بأول شيء علقة تتفرج إيش كون هاي دخيلة الله والله حمرة هاي يا زلمة إيش قال يجرو حمرة يا إيه؟ إيه حتى فاول يا ابن حدك هاي شوف هاي الأولى هاي شوف هاي الأولى شوف هاي شوف هاي إيه ما بيش إيش قال يجرو شوط يجرو يا زلمة شوط هلبة وليش راح يشيل ولا ليش راح يشيل ليش ما ظل ماشي على الجول حرام عليك يا زلمة ليش يشيل حبيبي هذا حبيبي حبيبي والله سجل بالفريق عندي حبيبي والله والله حرام عليك يا هلبة ورجع بيها يا الله رجع كوك روح يا معلم ما تعدي من أروخو ما تعدي من الصخرة ما تعدي انت من الصخرة ولا ايه تباقط يلا يا عدامة يلا يا كبير ايه سويت يا الله ما كملت فاضي فاضي شغلته هذا ما يندق هذا ما يندق لا قوله حل هذا ما يطعم لا قوله حل شغلته فاضي ناكتة هذا لو انه راح ناكتة هذا ما تعدي ما انت ما تعدي من أروخو يقول لك وين طيه هو الجابها مو هو الملعب الله هو طيه هذا مثل الدابة هذا رقم 9 بس عينك على آدم ايش سوى بيهم لو زيبطي كان طيح اسبانيول باللي بيها توريس جابوا طبعا بيجي يا الله هاي لاعب يجي انت عم تلعب مع رجال قوم ايه؟ هم رجال بالملعب عم تلعب هون اسبانيون بيدري يا كبير يا تشافي عندي عرف تشافي من بيتي فاضي فاضي يكثر منها ادامة لا يا حرام يا الله والله حرام الفرصة يا اخوان فاول حط فاول حط فاول والضغط بتاع البارسا يلا يا كبير مشان الله احسمها ايه لا يا الله هاي وين هاي وين هاي وين والله حرام الفرص سلامات 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 على اسبانيول الحمد لله يا الله ضغط رهيب يا اخوان صار للنيت يا زلمة صار للنيت دخيلة الله النيت النيت علم يلا يلا يا كبير وك ايه يلا يا زلمه يا زلمه روح يا زلمه قتلت الهجمه روح العمى يبي وك شكون ابلع هاي الاهداف الاهداف عليك كنت انا هذه الاهداف عليك كنت انا واحد حطوا واحد شار يا ويلي ابلع يا كبير مش هذا الهدف هذا الهدف على الطريقه الميساويه والله انا قلت ما هذا كبد ولا اخذها هذا استلم الطابه رجع بيها كان لحاله هو شخص خام اعطاه هو شاط على المرمى والله على العظيم حرام بس انا هون قلت والله راحت عدت تفرج يبا بالزاويه بالقاتله شوف شوف ألف حارس ما يجيبونها أقسم بالله صحيح خفيفة يعني مي قوية بس يجد راح تفتل فتل يا عمري أنا على الإسبانيول حلو 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 هاي وين الله أنت ما تعرف تنطح يا زلمة دخيلة الله لحالك طيب وين راح بيها والله ارفع لي يا أخوي شطر على الراس يا زلمة أدام لا والله هاي وين هاي وين ما أتوقع أنها توصل يجو يا عدامة ما حد غيرك برد القلب ايه وليه يا الله وين راحت حرام قال ما شلطها يعني شالوها معناته يا الله
هاي الشوط الاول يا اخوان بين برشلونه واسبانيول بالتعادل واحد جبناها من اثمهم يا اخوان والله من اثمهم حرام يا سلام والله حرام يعني كنا افضل كل شيء بالشوط الاول الزلمه شوربه اسبانيول ما هو بس ما عليه بالشوط الثاني ان شاء الله لازم يكون في تغييرات نزول اوباميانغ وديمبلي حيتحسن الفريق بالتسجيل حنجيب الثاني والثالث ان شاء الله بس اوباميانغ ضروري الدخول لازم يدخل بالشوط الثاني ونرجع لكم على الشوط الثاني ان شاء الله تحياتي مرحبا يا اخوان رجعنا لكم بشوط ثاني مباراه برشلونه واسبانيول ان شاء الله ربح الاسبانيول مين طالع من برشلونه شفت نزل واحد جديد ارجاسيا وخروج اروخو لا يا ماما لا إيه؟ يا الله وين راحت هاي الفرصه يا زلمه حرام قام يعرض ادام تعريضات ما بي بس ما حد ينطح ما بمهاجم هاي بدها من هو بدها اوباميانغ يا معلم ما لا اليوم التموضع يا اخوان بالهجوم هو مضبوط حاط عليها بوس يوم لو لوك ديونج او اوباميانغ موجودين كان فرقت معهم لوك ديونج جايبه ليش مو منزله يا الله دخيل الله انا فين دوريس شكون يا زلمه متسلل شو قام تعمل يلا ديونج والحرام عليكم يا الله والله حرام اي جاب الحال يا الله مالكو يا زلمه حرام الفرصة حرام يا زلمه هاي ديوغ وين رحت بيها مين هذا الصفر يا لاعب اسبانيول ضغط ضغط يا رب يلا يا ادامه يا كبير ما يعدي يا كبير يا عمري يا عمري والله والله حرام يا زلمه والله حرام شو طالبه يا الله ايش قام يصير يا زلمه ايه ديوغ والبنتم بدنا نجيبها بدنا نجيبها بدنا على الشافي الكبار يظلون كبار ولا شفت اللي الضغط يا زلمة الضغط على حامل الكرة بدنا نجيبها من قلب اسبانيول زلمة بيتفرجوا على عيبة اسبانيول والله بيتفرجوا يا اخوان ادام القام يعمله مو طبيعي مو طبيعي ما يتوقف يا زلمة اللاعبات يا زلمة كل شي يقول سببه قام يجيب سببه الدربة قام تفرج 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 يولي ما في شيء ما ضربوه ويلي عشاف ويلي عشافي الكبير فرج من العطب المقص ما بيها رخت بيدي قول قول كويس قول يا الله حرام يا سلام كل حق وش صفر هيك هدف يا الله بعدين رفع ايده حتى اذا ما صدمت اصطدمت ايه حرام يا ابلع مره ثانيه تهدى تعرف انت شو انت تعرف عم تلعب انت هون امامك تاريخ انت امامك اي تاريخ يا اخي انت باجي ولا اسمع صوت من يوم رايح اسكت ولا يلا يلا نجيبها نجيبها احنا نجيبها بص بص نجيبها نجيبها على الضغط هذا راح نجيبها ان شاء الله صوت ما بدي انا اليوم اليوم صوت ما بدي يطلع صوتك يلا يا معلم الثاني يا عمري انا يا ويلي جولاثو جول 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 يا ويلي جولاثو يا عمري انا جابوها بالقلب بالروح والهون هون هذا مدريدي هذا اللاعب هذا كان يلعب بريال مدريد هذا اللاعب قال نجيبها يعني نجيبها وجابها حبيبي والله تحياتي تعظيم سلام يا اخوان تعظيم سلام مين هذا اللي يتفرج على لعب برشلونه ما فعلا ينطح الطابه طلع من ورا مين هذا غارسيا تقول اللي متسلل ما بيها شهاد غارسيا وليش ما نطحها يا سلام هدف اسطوري هدف انفنوجي هدف تاريخي يا كاتب التاريخ لا تستعجل على كتابة الصار فحات قول والهاي وين راحت يا الله ركنية هاي وين راحت دخيلة الله يا زلمة لا تكتب مين من يشالها من يطلعها لحارس الدفاع شاطر يا الله رايحة بالقول حلوة يا الله والله حرام طلع عليها يا زلمة والله بس في شوي عالية يا الله شوي شوي يا زلمة شوي اوباميانغ بيها عالية وقوية
والله نط عليها نط نط عليها ده مكسر والالعاب مرتده وال حمرة اثنينهم يا معلم بيكي على صفرة قبل يطيب فاول عليه يا زلمة والله العظيم فاول عليه ما بيه اشي هاي حتى هو ضرب بيكي اصلا هو ضرب بيكي مرتين طيب يا زلمة دخيلة الله ما بيه اشي فوت فوت انت فوت بس يا حبيبي ايه ابلع ولا اسمع صوت ولا ما نخسر ولا ما نخسر احنا برشلونه احنا مو عيب نخسر ما احنا مدريد لا احنا لسنا ريال مدريد لا نخسر سمعني بضرب بالراس سمعني راسك واضرب بالراس يا المدريدي الظاهره لوك ديونك مراح مين مطنوب شوف حمرات مولعة بالتربية كبير شوف آدام ما بيها شيء آدام شوف لوك ديونج أساسي يا أخوان بلا أوباميانج بلا بطيخ بدنا الظاهرة أساسي إحنا خلي لو بيزو مدريد كلها ما تجيبها هاي الطابة مو عيب إحنا مو عيب نخسر مو عيب ما إحنا مدريد يا إسبانيول يا ابن العاق ولا حظ ظاهرة الهولندي بتش الله النوكور حبيبي احنا ما نخسر احنا مدريد عادي ولا يهمك كانوا بانتظار كانوا بانتظار الخساره يا اخوان كانوا يفكرون احنا مدريد ما احنا مدريد يا اسبانيول يخسر ولا ما يخسر ايوه وانتهى المباراه يا اخوان بتعادل اثنينات تعادل ابدا 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 غير يعني عادل اكيد راح اقول مو عادل ومو صالح حرام يعني اسبانيول ما له شيء بالمباراه غير الفرصين عكس برشلونه اللي ضيع بالشوط الاول قتل المباراه وبالشوط الثاني كنا شوي مو قد المستوى بس بعد ذلك جبنا التعادل وتعادل سبحان الله اجى مو بوقته يعني مع انه لازم ناخذ الثلاث نقاط بس لوك ديونج طلع قد المهمه وجاء دائما ما يكون حاضر وجاهز من قدوم تشافي ان شاء الله الثلاث نقاط التعويض المباراه القادمه بالقناه فالنسيا يا اخوان التعويض طبعا يا اخوان طرد جيرارد بيكي يعني والله ابدا مو مستحق يا زلمه هو اللي استفز جيرارد ما راح يستفيد حتى اذا ما طرد يعني يجيب جولين برشلونه اي جيب ليش ما نجيب ايه هذا جيرارد بيكي المباراه القادمه هون مع فالنسيا لا جيرارد بيكي ولا اروخو فراح تكون صعبه جدا ونشوف شو يصير ولا تنسون يا اخوان من اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حبايب القلب